أهمية شط المرور ينظم الحركة، حركة السير في جميع الطرق، وهو شكل يعني يؤدي شكل جيد إن شاء الله بخدمته للمواطنين. يجب أن يتعامل السائقين والعابرين مع شرطة المرور باحترام، لأنهم هم الأساس في تنظيم الطرقات وتنظيم السير وتخفيض من نسبة الحوادث. مهم جدا في حياتنا شرطة المرور، وهو الأهم في جميع الطرقات، لأنه ينظم حركة السير في جميع الطرقات، وهو من الأهمية جدا في هذه المنطقة، منطقة عدن، لأنها تشكل زحمة كثيفة في جميع الطرقات وفي السيارات. صراحة أنا أشكر رجل المرور في البريقة بالذات، صراحة في البريقة رجل المرور في البريقة رجل يقوم بعمله بشكل مستمر ليل ونهار. من اللي قالك مشروع؟ طبعا اذا ما في شرطة المرور بتحصل الحوادث، بتحصل المشاكل، قتل، حوادث كثيره، انشغال داخل الشوارع، الشارع مثلا هذا الرئيسي اللي في البريقه، اذا مش شرطة المرور بتحصل فوضى داخله. شرطة المرور في رمضان لازم ان يكون عمله زي ايام الفطر، لا ما في شيء فرق ما بين الفطر ورمضان لرجل المرور. رجل المرور هو مهم جدا بكل الحالات، في رمضان او في الفطر، رجل المرور لازم يشتغل في الليل وفي النهار، وعارف في ايام رمضان اكثر وعيا يكون. يوعي الناس، لانه في وقت النزق يسموه صاحب عن النزق، وقت هذيك العصريه حق الساعه 5، اصحاب السيارات مجانين، ايش يعتبروا مجانين في هذاك الوقت، مع الساعه 5 مع الساعه 6 الا ربع قبل الفطار، السواقين مجانين. انا سواق لكن مش مجنون زيهم. المرور هو النظام، النظام يلزم كل مواطن، لا يجنب الشارع ولا يجنب مكان عام، يعني انضباط المرور يضبط كل شيء. اكيد المرور هو اللي ينظف هذه المخلفات اللي يطلعوا بالشارع واللي يعترض الطرقات رساله ان يضبط الامور، خاصه على سياك النار وهذا اللي يوقفوا بالطريق العام والفوضى، هذا اللي يوقفوا الطرقات ان يضبطوهم. بس لولا فضل الله ولا فضل المرور لا سوت الزحمه ولا سوت المعاكسات والمخالفات في الطرقات في الممرات، لكن هذول ناس ممتازين جدا. الكل مجمع على أهمية رجل المرور وما يقومون به في الشوارع لحفظ الأمن العام وحفظ أرواح الناس أيضا. بالتأكيد يدرك المواطنون أهمية شرطي المرور وتنظيمه لحركة السير. نتابع ما قاله المواطنون في تعز بشأن شرطي المرور. في شهر رمضان المبارك أوجه رسالة إلى شرطي المرور، خصوصا شرطي مرور محافظة مدينة تعز الذين نكلن لهم كل الحب والتقدير. شرطي المرور في مدينة تعز خصوصا وفي جميع أنحاء الجمهورية عموما من الأهمية بمكان، أو لهم أهمية بالغة خصوصا أثناء شهر رمضان المبارك، ازدحام السيارات، ازدحام المارة، لابد من تواجد شرطي المرور في الجولات المدينة. بالنسبة لرجل المرور هو رجل يعتبر العمود الفقري للمدينة في عملية إيجاد نظام السير، في عملية يعني عدم ازدحام الشوارع، تمام، وهو له دور كبير خاصة في شهر رمضان الكريم، له دور كبير في تسيير أمور الشارع والمشاة والسيارات. أغلب الناس يتعاملون مع شرطي المرور بطريقة بشعة وبكلام سيء، رغم أن شرطي المرور وجد لتسهيل حركة السير خاصة هنا في تعز رغم الزحام ورغم رمضان.